تحية طيبة لكل متابعينا ومشاهدي الفرات، الفرات داركم وما تكونون، نحييكم بأجمل تحية ونهاركم سعيد. تحية طيبة لك يا علي. إن شاء الله كل أيام سعادة. تحية طيبة لك ولمشاهدي برنامج الفرات داركم والأجواء الجميلة والفقرات الجميلة. أكيد إحنا اليوم مثل ما عودناكم دائما أنه ننقل الأجواء الجميلة، وأكيد شبابنا الحلوين أيضا اللي يتواجدون بالجانب الآخر من برنامج حتى ننقل الواقع لك يا منجم. أكيد وأكيد اليوم يعني ابتسام وعلي الغزي متواجدين، لكن علي الغزي ترى علي الغزي والله مو قصدي لا انت دائما تقصفين بي يعني. علي سعد لا مو انت كل مره تسويها متعمد المره لا والله من دون قصد بس لكود انه علي الغزي دائما وياي فاذكرك فعلي علي سعد اليوم ما اعرف باي مكان موجود وشلون محضر لنا اليوم باجواء بغداد الجميله. اليك الجو يا علي. حياك الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، تحية لكم زملائي داخل الاستوديو، وأنا اليوم متواجد في مكان مهم ومعلم ثقافي جدا مهم في العاصمة الحبيبة بغداد في شارع المتنبي. اليوم راح أخذكم بجولة جميلة جدا، راح نتحدث من خلالها عن الكتب وأهميتها في الشارع الثقافي والمجتمع العراقي. اليوم الكتب مهمة جدا في تناول المعلومات، توسع المدارك الإنسان بشكل أكبر، وهي تكون سلاح الإنسان في المعرفة، لأن مثل ما يقولون المعرفة نور والجهل ظلام، وبالتالي الإنسان لما يتمتع بالمعرفة وعنده سلاح ممكن يواجه به المصاعب ممكن تكون حياته أسهل. اليوم هاي الجولة جميلة جدا ومرتاح جدا بهذه الأجواء، الناس إقبال جدا كبير ما شاء الله، نود نشوفهم يتوافدون إلى هذا الشارع المهم. وعلى طار الكتب وأهميتها أسأل زملائي بالاستوديو شنو الكتب اللي تحبون تقرونها أو أي كتاب تفضلونه؟ والله هواي اكو كتب انت ممكن يوم تقراها بروايات قصيره او قصص قصيره، لكن ممكن انه انت اليوم تقرا كتاب عن قوه عقل الباطن وهذا الشيء جدا مهم، وعن روايات دوستويفسكي الجميله ايضا والمشهوره. كثير من الكتب عامله يعني شوف، يمكن انا اخر كتاب قراته اللي ذكرتيه هو قوه العقل الباطن للدكتور جوزيف، اللي يعتبر من الكتب المهمه. علي يمكن احنا اغلب الشباب نحتاج هيك كتب لان راح تحفزنا مواجهة الظروف بالمجتمع حتى نقدر نتحكم بعقلنا الباطن ونتحكم بعقلنا الواعي. اي علي بعد ما سمعت الى راينا اليوم. نعم جميل جدا، اليوم انا راح اخذكم بجوله جميله جدا في شارع المتنبي، خليكم ويانا راح نشوف اكثر من معلم وايضا نتحدث مع شخصيات داخل هذا الشارع واهميه هذا الشارع في شخصيه الفرد العراقي. خليكم ويانا اكيد وانتقلونا بالجزء الثاني من التغطيه. شكرا لك علي، واكيد راح ننتقل لك بالجزء الثاني، وإليك الجو يا علي. لك الجو لك جو لزملائنا الابطال اللي احنا دائما نحاول انه نكون بفقرات جميله ونكون بكل مناطق بغداد. اليوم علي تواجد بشارع المتنبي شارع الثقافه، اكيد راح يشوفنا اشياء جميله، لكن قبل كل هذه التفاصيل اليوم ايضا عندنا محور ما راح نسولف بالتفاصيل، خلينا نروح الفاصل قصير ولا تروحون بعيد تانينكم. لقطات جميلة للعاصمة بغداد الحبيبة بكركوك. جيد كركوك ماشي، مو احنا لحد الان ما رايحين الكركوك ما نعرف ابدا نفرق بين بغداد وكركوك، وهي مشكلة. محافظاتنا حلوة اكيد كلها حلوة. شنو عندنا يا علي؟ يعني احنا عندنا اليوم هواي فقرات ان شاء الله، لكن الفقرة اللي يعني يمكن جذبت انتباهي اكثر واكيد المشاهد راح تجذب انتباهي، يمكن نشوف هواي بمواقع التواصل الاجتماعي ينشروا لك انه هذا الشراب مسمن، هذا الشراب يصفي البشرة، هاي الحباية تنحف، هذا الشراب يقوي الاسنان، ما اعرف شنو يعني. هسه انا ما اريد اذكر التفاصيل لان اكو هواي يحكون بهاي القضيه، يطلع واحد ويحكي هو اساسا اختصاصه مو طب، اساسا اختصاصه
مدرسه مو صيدله بعيدا، وهواي نشوف من الشباب حتى يطشون يحكون بامور قد تكون غريبه. هسه مثلا ندري احنا بالفجل هو زين للمعده، بس مو تجيني تقول له هاي الحبايه تضعفك. خلينا نشوف بفقره طبيب او فقره دكتور راح نتحدث بها عن هذا الموضوع، ونتحدث بها عن الشائعات اللي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع دكتور زيدون. خلينا نشوف هاي الفقره، خليكم معنا. حياكم الله. دكتور، يقولون قص المعده يموت. لا، مو قص المعده يموت. قص المعده هي عمليه جراحيه، حالة اي عمليه جراحيه ممكن تجرى بها نوع من الخطوره. احنا دائما نحاول نوصل للنسبه العالميه بالخطوره اللي هي نسبه كلش قليله. التزم بالتعليمات، لان الالتزام بالتعليمات هي هاي حمايتك وسلامتك. دكتور، يقولون اكو كبسوله ابلعها معدتي تصغر. لا، ماكو هيك حكي، لو اكو كان كنا سويناها وبلعنا. دكتور، يقولون اذا اشفط دهون بعد ما اسمن صدق؟ لا طبعا، اكيد من تشفط لازم تلتزم، اذا ما التزمت اكيد لا ترجع تسمن. فلا دائما تفكر بالخيار السهل، اني مدى اسوي مدى اضعف اريد اشفط دهون على مود بعد هاي اضعف وبعد ما اسمن. لا، اذا ما التزمت ممكن ترجع تسمن. دكتور، انا كلش ضعيف. ويقولون اكو حبابي اذا اشربهن اسمن وتفح. لا حبيبي، هاي مو حبابي السمن، هاي حبابي بها دكسن وبها انواع اشكال راح تنفخ وجهك، راح تسوي احتباس بالسوالب جسمك، ومضاعفاتها على المدى القريب والبعيد كلش 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 كبيره. نصيحتي لا، اذا انت ضعيف تريد تسمن العب رياضه. صحه وسلامه للجميع. سمعت النصيحه من دكتور زيتون؟ سمعت انا يقولون، يعني سامع يقولون تكرمين اللي يلبس حذاء ضيقه تاثر على فقراته. جيد، بالتالي انت اليوم لا تاخذ كل منشور على محمل الجد. ترى هاي نصيحه نصيحه طبيه. اكيد صراحة. اكيد نصيحه طبيه، لان كل الحواس اللي مرتبطه بالجسم هي بكف القدم. كل هذه التفاصيل، يمكن كف اليد نشوف اكو العلاج طب البديل طبيعي. العلاج الصيني عافيه. يمكن الصداع الى مكان معين، وجع العين الى مكان معين. لكن البعض اللي مثل ما حكي، ها والله انا ضعيف، يقولون هاي الكبسوله تسمني. ومو بس هذه، حتى ذكر انه موضوع يعني قص المعده، حتى السمن من بعد قص المعده او الشفط ايضا، هذني كل الامور. حتى كثير من العمليات اليوم الموجوده وكثير اليوم من الكبسولات الموجوده ممكن انه انت اليوم تاخذها، لابد انه انت اليوم تكون على حذر وعلى يقين انه انت لابد ترجع للطبيب المختص على مود تقدر تستشيره، واستشاره طبيه مهمه جدا إلي واكيد للمتابع الكريم. امنه، ولا تنسين انه يمكن نشوف البعض يقول لك هي ترى هذا التداخل الجراحي قص المعده وغيرها هي علاج، لان يعني السمنه صارت مرض، السمنه صارت مرض، لذلك هي اصبحت علاج. واكو اطباء هم يعني يفتهمون بهذه الامور ودرسوا، لان يعني الطبيب من يدرس ويتعب ويطلع دورات، اكل بالون، اكل قص المعده، اكو بعض العلاجات، حتى الناس هم عرفت تروح للطبيب حتى تاخذ جواب من الأدش. عندنا بعد من الفقرات، عندنا فقرة من أهم الفقرات اللي راح أيضا تابعوها ببرنامج الفرات داركم، واللي هي تقارير منوعة. ليث صلاح عندنا تقرير عن المنسوجات العراقية، خلينا نتابعها بعد أكيد نرجع لكم، خليكم معنا. تحية طيبة أحبة المشاهدين، والتحية موصولة أيضا للزملاء في الاستوديو. اليوم نتواجد من خلال هذه الجولة في واحد من المعامل الذي يعد من المعامل الإنتاجية الضخمة في البلاد، ألا وهو معمل نسيج الديوانية، والذي افتتح مؤخرا خطوط إنتاجية جديدة من شأنها أن تنعش اقتصاد المحافظة إذا ما توفر الدعم اللازم من جهة وتفعيل حماية المنتج المحلي من جهة أخرى. خليكم ويانا وراح نتابع تفاصيل هذه الجولة. معمل نسيج القطن في الديوانيه ما زال مستمر الى يومنا هذا، ويعمل ويقدم افضل انواع المنتجات الى السوق المحليه، ولكن عدم دعمه من قبل الوزارات على المتعاقبه واحده بعد الاخرى وصل حال الصناعه الى ما قاعد نشوفه بالوقت الحاضر. معامل الصناعه في كل العراق ومن ضمنها معمل نسيج القطن في الديوانيه قادره على تسد حاجه السوق المحلي، ولكن عزوف الوزارات عن اخذ المنتج مالتنا بسبب الكوميسيون، ما يعرف بالكوميسيون والفوائد اللي تاخذها من الشركات اللي اجنبيه، اللي رغم انها تقدم منتجات اقل جوده من اللي قاعد نقدمه احنا. لدينا انواع من المنتجات
وهي الجاون الطبي والشرشف الطبي والوجه الوسادة والبدلة العمل للقطعتين وبدلة عمل الكهرباء. وهذه المنتجات كلها نصنعها في معمل خياطة الديوانية، ولا يوجد لدينا دعم من الدوائر ولا استقبال، ولا يحتاجون بضاعتنا، يستوردون البضاعة من الدول المجاورة وما يستوردون من عندنا، وظل بضاعتنا مكدسة هسه موجودة عندنا بالمخازن. معمل المنتجات الطبية والقطن الطبي أحد معامل وزارة الصناعة والمعادن، وهو معمل حديث ومتطور خاصة من نوعية المنتجات الطبية، وهو يحتوي على 4 أقسام: قسم البلاستر بنوعه، البلاستر الجراحي والإسعافات الأولية، وأيضا القسم الثاني قسم القطن الطبي، والقسم الثالث قسم الشاش الباندج، والقسم الرابع قسم مكان حفاظات الأطفال. بالمناسبة معمل القطن الطبي معمل متطور وحديث بما يحتويه من منتجات طبية حديثة ومتطورة ومناشئة عالمية. إيجابية تشغيل المعامل تفوق سلبياتها، وبالتالي فإن توقفها سينهك الاقتصاد ويدفع لزيادة الاستيراد، بالتالي إعادة الحياة لهذه المعامل يمكن أن ينشط الصناعة الوطنية ويمكن أن يمتص البطالة المرتفعة. معمل منسوجات الديوانية اليوم يقدم مختلف المنتجات لدعم مختلف الدوائر الدولة، منها مستلزمات طبية، منها أيضا بدلات عسكرية لمنتسبي وزارة الدفاع والداخلية، وإضافة إلى مؤسسة الحج الشعبي. بالتالي هذه المنتجات لم تجد طريقها للتعامل مع هذه الدوائر. كنت وياكم في هذه الجولة، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز ليث صلاح من الديوانية. كانت هذه الجولة من أحد المعامل المهمة، يمكن اليوم كثير من المصانع العراقية اللي بدأت تعيد نشاطها إذا كانت قطاع خاص أو قطاع مشترك. اليوم نشوف النسيج والجلود، وإن شاء الله قريبا أوعدكم بجولة راح تكون داخل معمل الجلود إن شاء الله لبرنامجنا، أكيد يعني حتى نشوف المنتجات الجلدية بفصل الشتاء. اليوم أيضا المنتجات الصوفية، المنتجات الصوفية عم يمكن نشوف الشركات العراقية بدأت تتفنن بهذا الشيء. أكيد. بفقرة ثانية من فقرات برنامج الفرات داركم، اللي هي فقرة ستوري اللي ما تغادر الفرات اليوم. تعرف وين موجودة ابتسام؟ ما أعرف والله. زين. الأخبار يمت. جيد. العصفورة قالت إنه كثير اليوم من الألعاب الألعاب البارالمبية اللي هي اكيد مصطفى شكرا لك. هاي الوشفه شمال مال عصفوره. البارالمبيه اللي هي تختص بالمعاقين، لابد انه احنا اليوم نسلط الاضواء عليها، لان كثير من عندهم يتميزون بادائهم، مو فقط تميز اعتيادي، وانما يوصلون مرحله بمسابقاتهم انه يحصلون على المراكز الاولى على الدول، مو فقط العربيه وانما حتى على الاتحاد الاوروبي. فاليوم ابتسام ويا احلى بنت اليوم تشوفها اللي هي نوشه، تفاصيل اكثر راح نشوفها ويا ستوري ابتسام اللي حضرت لنا لهذا اليوم. حياكم الله مشاهدينا الكرام بقصه جديده من برنامج الفرات داركم. تجينا كثير من التساؤلات من نشوف اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه او من ذوي الهمم او المرضى بمتلازمه داون. اليوم راح نتعرف عن فتاة عراقية أو بنوتة عراقية مصابة أو مريضة بمتلازمة داون. راح نتعرف عن تفاصيل زهراء وعائلة زهراء بقصة اليوم، خليكم ويانا. مرحبا زهورة، شلونك؟ تعطيني وزنها حبيبتي، شلونك؟ يلا تعالي خلينا نفوت. يلا تعالي. شكرا. اهلا وسهلا. تفضلي يعني. اهلا وسهلا. يلا تعينوا بنات الفرات. حبيبتي الله يسلمكم، زارتنا البركه. اهلا وسهلا بكم. تفضلوا عيني، تفضلوا استريحي. يلا. اهلا وسهلا حبيبتي. اهلا وسهلا بك. مرحبا نوشة. مرحبا. شلونك؟ فيني. شلون تبدين يومك اول ما تقعدين الصبح؟ شلون تسوين؟ اول شيء اقعد نوم، اغسل، ابدل، واخذ اسناني،
اكل واروح الجيم. زين، عندك صديقات يجوني اشترحي لهم؟ اي اروح عليهم وما يجوني. زين، تطلعين ويا ماما للسوق تسوقين وياها؟ اي اسوق وياها، اي اعاونها. تعاونيها؟ اي. تعرفين تطبخين؟ اي. شنو شاطرة؟ اعرف اكل لي اطبخ. ايج والله؟ اي. تعرفين تسوين برياني؟ اي. اريد اكل من ايدك. شاف. حبيبتي. اي امي سوي عكاية وانت عكاية واني اوسي كتي مهاية وكتي مواكب اني اختم سوار اسوي اكل عفو انمي سبير واسي كنيني لاي ايتي اي سوي شاي وكاكاو وحليب كحاك اعتي كل سيارات سليفة نتف كابالا كازم حمسة كاسم ايج ابو فاضل يوم فدوى حبيبتي حفظك ان شاء الله حفظك امام العباس ننوشة هي مرتبة حالها ما متعبتنا من كانت صغيرة احنا رتبنا امورها اني وخالاتها والحمد لله والشكر بس هي من كبرت لا اعتمدت على نفسها بكل شيء يعني متطلبات الحياة كلها هي تسويها خاصة بالبيت هي تنظف غرفتها هي تبدل هي تعتني بنفسها بس يعني بالطلعات احنا ويانا ما نطلعها وحدها نهائيا وهي يعني مثل ما يقول تستوعب بالعجل مجال الرياضة انه دخلت بالأولمبيات الخاص بوزارة الرياضة والشباب وسبعة شطورة ما تعبت المدرب مالتها ورحنا تدريب بتركيا وبعدين رحنا لبنان وبعدين رحنا للشمال وراها دخلوها العاب العالمية الدورة العالمية بدبي وشاركت بالساحة وميدان الركض 25 متر و50 متر واخذت ميداليتين ذهبيتين ما شاء الله رفعت راس العراق هناك الحمد لله سباعية هي الحمد لله والشكر هي تستوعب بالعجل هيك نوعية إذا الأهل العائلة ما يهتمون به ما لحى لأن أنا من رحت للدكتورة واللجنة الطبية قالوا لي الشغل كله يمك أنت حتنمين قدراتها وتنمين عقلها لأن شو تقولي لها هي تستوعب فإحنا كرسنا جهودنا أنا وخالتها كرسنا كل الجهود إلها بحيث يعني قمنا نغذيها يعني ويا الاكل والشرب التربيه والتعليم وبعدين دخلتها مدرسه همين اشكر هاي المدرسه خمس سنين مدرسه اخويه المحبه اسمها ب 52 علموها النطق وتقويه العضلات والاعصاب وشلون يزجوها بالمجتمع هي عمرها 21 هسه اي واني هاي لا تنسين زجيتها بالمجتمع صح حصلت تنمر حصلت حكي بس مع هذا ما كنت ادير بال انه ادخلها بالحفلات بالطلعات بالمناسبات بالمجالس الحسينيه ادخلها بنص النسوان تلطم براحتها وتوزع وتلبس اسود وتطلع الموكب وحدها اعطيتها مساحه اعطيتها مساحه كافيه بوفاه موسى بن جعفر بالموكب مالتنا بالشارع تستقبل الزوار وترش لهم المي ورد وتطيهم العلقات وتطيهم الكنينس والكمامات وتلطم وياهم خليها براحتها فيعني البنيه صار عندها ثقه بنفسها فكانت تحس بنفسها طبيعيه والحمد لله والشكر فضل الله واهل البيت ودعائها وابو فاضل من تقول ابو فاضل فدوى اسمه فدوى اسمه لابو فاضل فيديو من ريع اي بذالة ساحات تمام اي زين تساعدين ماما بهاي الاشياء بالزلاطة تمام اي 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 اسوي اعون امي المتابعين شنو يقولوا لك من يشوفون الفيديوهات مالتك كل هاي الله والله اي يحبون يحبون المقاطع ليها اي تنزلين اشياء انتي تستخدميها انا شفتش منزله مقطعك وعطور عندك اي واشياء اي من يخليش من يساعدك بالتصوير اهلي اهليك ورثي اهلي والله اي ورثي صوت فايج حلوه هاي بيلاخ هاي ابو فاضل
كل حاجة، الناس يتم مساكر، اسأل شي أمي، أنا أنت هنا، هاي لاية أنت حاجة كذي هي. يقضي حاجته الإمام إيه. عباس. إيه كذي حاجة إمام عباس. إيه. فلن جاي واحدة أنت منعتها، خلتي يبقى فلوس، نبي إيشي. على بيرك تبغى على بيرك انت هم تطلبين من الامام العباس شنو تقولي له؟ قولي له قولي له امام عباس تدعيني شافيك شافيني وشافي اهلي وكل عنا ايتي. نعم مشاهدينا الكرام، هذه كانت قصة زهرة، نسأل الله سبحانه وتعالى انه ينطيها الصحة والعافية ويخلي لها والدتها، لان فعلا محافظة عليها وايضا مهتمة بها ومعتنية بها عناية شديدة. نعم وصلنا وياكم إلى ختام قصة اليوم من برنامج الفرات داركم، نلتقيكم بقصص أخرى إن شاء الله، إلى اللقاء. احنا نشكر كادر عمل هذه القصة، نشكر ابتسام، وأيضا شكر لذوي نوشة اللي واقفين وياها واللي داعمينها. نوشة اليوم بطلة من بطلات العراق اللي تمكنت واللي أحرزت ميداليات واللي شاركت. نشوف بالبيت كان الوضع يختلف، هي أم بيت مرتبة تحضر الأكل ويا الوالدة وتساعد والدتها. كانت هذه القصة الجميلة مع كادر برنامج الفرات داركم. أكيد إحنا اليوم على اعتبار بفصلنا الجميل فصل الشتاء، ويا رب يديم علينا خير الغيث والأمطار وترجع الأهوار اللي هي تعتبر اليوم رجعت مستوطن مهم أكيد من مستوطنات الطيور المهاجرة، مثل ما الطيور الفلامنجو وغيرها من الطيور اللي دائما تجي للأهوار، واللي هذه الطيور اللي يمكن لها أثر جميل على العراق، الأثر البيئي والأثر انتقالها من دول إلى زين. هي ليش تختار الأهوار؟ احنا عنا يكمن السر بالموضوع، وليش العالم كله يختار العراق، وليش العراق هو موطن الأنبياء والرسل، وليش وليش وليش؟ أكيد أكيد لا انك ما قدرت. خلينا نشوف التقرير عدى لنا الزملاء او هاي الفقره بالتحديد، من بعد اكيد نرجع اياكم عن محور حلقتنا هذا اليوم عن الطيور المهاجره بهالموسم الجميل اللي هو شهر الواحد والشهر الثاني اللي تختار الاهوار العراقيه موطن وسكن لها. ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع، لكن الطيور قد لا تقع على الارض بل على المياه والقصب والماء، فهي ببيئة الأهوار يأخذ كل سرب تذكار. طيور تهاجر من أنحاء المعمورة إلى هذه الأراضي المغمورة، نادرة ومهاجرة تحتاج إلى عين ساهرة. الانقراض والتهديد قد يفتك بالطائر الجميل القادم من بعيد. يصل إلى بيئة الأهوار سنوياً أكثر من 1,000,000 طائر مهاجر من غابات سيبيريا وبحر الأورال وآسيا الوسطى والبحر الأسود وتركيا وإيران والصين، عابرة آلاف الأميال. و70% من الطيور التي تقطن هناك في الفترة من كانون الثاني إلى شباط سنوياً، ومنها من يصل إلى شباط ليبقى حتى نهاية نيسان حين تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع في الهور. أما البجع فيهرب من الصقيع الأوروبي ليمضي فصل الشتاء في مدن الجنوب العراقية، ويصل عدد أنواع من الطيور التي تهاجر كل عام 300 نوع من الأنواع المختلفة التي تعيش في 50 مستوطنة داخل الأهوار العراقية. لكن الجهات المعنية حذرت من أن أنواعا من تلك الطيور قد تكون مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر، ومنها طائر الفلامينكينكو. هذا التنوع الخلاب في البيئة الأهوارية وخاصة الطيور يجعل من لوحة الأهوار قطعة فريدة من العطاء والجمال لا تتكرر في مكان آخر بسبب الأجواء الجميلة وخاصة في فصل الشتاء، لذلك يجمع بين الخضرة والماء وسراب الطيور في لوحة السماء. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام. قبل كم يوم أنا كنت أمشي ويا صديق أبهو على هذا الصديق صافني هيك وما يقول لي شكو، يا
شباوحت يا الله شفت مجموعه سبحان الله من مجموعه من الطيور المهاجره يعني فاجى ببالي هذا الموضوع انه ليش تذكر مارتن اي عفيه مارتن ونيلز السؤال فلا هو ليش بهذا التاريخ يعني ليش بشهر وليش بهذا الموسم فهو اكو تفاصيل كثير من الطيور المهاجره اللي تجي دائما من روسيا وتاخذ الاهوار موطن ومسكن لها. رح نتعرف بتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع ولماذا العراق بالتحديد اكيد ويا ضيفنا يعني حياك الله دكتور احمد يعني الجبوري اهلا وسهلا بك دكتور دكتور أحمد. احنا سعداء بوجودك الله يخليك الله يخليك اتمنى كنا نطير محمد ماكو فرق بين محمد واحمد الله يخليك اتمنى كنا نطير هسه وهاجر وروح على البلدان وروح على الهور ليش العراق وليش بالتحديد المسطحات المائيه اللي تتواجد عندنا بالوسط وبالجنوب حقيقة أنه الطيور عندها ما يدعى خطوط الهجرة وهاي خطوط الهجرة تكون أما لغرض التكاثر أو حتى عدد الطيور حتى الأسماك عندنا الحيوانات الأخرى أحيانا أما لغرض التكاثر أو لغرض الغذاء أو لغرض الشراب فإحنا بالنسبة للعراق يعني خصوصا المسطحات المائية اللي هي الأهوار وحتى يعني سواء إحنا الوسط وشمال العراق أيضا بس بشكل رئيسي شلون مثل ما نقول إحنا مشتى لأنه إحنا جونا بيكون بالشتاء معتدل بينما بالصيف حار فتكون هاي إلها فد لأنه حقيقة مثل ما على قولة نزار قباني يقول إنه الطيور لا تحتاج إلى جواز سفر فهي البلدان كلها الأجواء كلها إلها فمفتوحة لها فالعراق تجيها كمشتة وحقيقة ما نشوفها بالصيف لأنه إحنا جونا جدا حار منها فغرض منها تجي تتكلم حقيقة أنه حدود طبعا حدود المليون طير أو يزيد عن هذا يعني هذا شيء تقديري وحدود 300 نوع هي اللي الطيور المهاجرة اللي تدخل للعراق وطبعا هاي تكون كمورد من موارد اللحوم البيضاء يعني هل يمكن اصطيادها طبعا أو بعض الطيور انه هذه نادره وهذه تعتبر من عمليه الاصطياد خلينا نقول الجائر لان اللي صار قبل تقريبا ما يقارب 4 إلى 5 سنوات عمليه اصطياد للفلامينغو وايضا تبعتها حمله لعدم اصطياد الطيور المهاجره وبالتالي اكو عمليه منع لاصطياد بعض الطيور لانها تعتبر من الطيور النادره احنا حقيقه بشكل رئيسي مو هذين الحيوان يعني الاستاذ ذكرها الطيور الصغيره اللي نشوفها على الجار وكذا هي بشكل رئيسي عندنا مثلا مشهور بالخصوصا بالاهوار نوع من البط اسمه الاخضير نعم الاخضير فهذا هم حقيقه ويكون بشكل بس هل العمليه تحت السيطره وهل العمليه جائره او غير جائره وهاي حقيقه ما اعتقد ماكو بها دراسات بس اكو اتفاقيه دوليه نعم. اسمها سايتس هاي او اتفاقيه واشنطن هاي في 1973 أقرت وهي ملزمة للدول شت نص هاي اتفاقية واشنطن اللي هي سايتس اللي هي بالإنجليزي Convention on International Trade in Dangerous Species of Wild Fauna and Flora نعم. يعني هاي تشمل الحيوانات والنباتات جيد. هاي المعاهدة التجارة لأصناف الحيوانات النادرة. البرية المهددة بالانقراض بس النادرة اي وهي اتفاقية دولية بين الحكومات تربط بين الحياة الفطرية اللي هي حقيقة احنا الحياة الفطرية مثلا كلمة فطرية تعني الحياة الطبيعية جيد. يعني انه هذا ما يتدخل الانسان سواء بتهجينه او بوجوده او تربيتها او تغذيتها او كذا وهي تربط بين الحياة الفطرية والتجارة الدولية جيد. بأحكام ملزمة تهدف للحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية احنا العفو يعني احنا لا نجي نسوي شيء جائر ولا نوقف يعني نوازن حتى اكو دول مثلا التونه هاي سمكة التونه الدول تحدد مثلا امريكا تحدد الاوزان والاعمار وسطياء واعداد اوزان اعمار وحتى الكميه حتى فانه هالغرض احنا يصير توازن بين كلها انه لا احنا نمنعها
زين. مثلا نحرم زين دكتور عفوا يعني هسه احنا تعرف الطيور المحليه احنا كبلد ايضا عندنا طيور محليه، عندنا احنا الخضير المحلي العراقي اللي معروف وغيره، هذه الطيور المهاجره ممكن انه تاثر على هذه البيئه بقضيه النوع اذا تزاوجوا وكذا، اكو هيك قضيه يعني دراسه؟ لا هي حقيقه احنا حتى الخضير ما يعتبر نوع محلي. نعم اكو محلي عندنا تهجين عراقي. لا هذا اللي يتربى يربوه اهل الهوار او الدكتور يعني حتى اللي بالصيف يتواجد بلي. اكو بالصيف موجود بالهور انا شايفه مثلا اي بس كعادات قليله يعني بس هو قليل. حتى الخضيري يعتبر من نوع المهاجر يعني انه حتى لو هسه تسال الجماعه اهل الاهوار يقول لك هذا الخضيري الخضيري انه هذا نوع من المهاجر وانه اعداد قليله تربى او او تربى في الاهوار زين وهذا حمام او طير الماء اللي يسمونه طير الماء اللي هو يختلف عن الاخضر يمكن الطوير نحن يسموه للهور يعني انا هواي حقيقه زرتهم وشفت الهاي فهذا الطويرني الطويرني نعم. هذا ايضا نوع ثاني بالجماعه طيور من يسموه نوع من الطير الطويرني ايضا هن هواي انواع بس احنا بالذات عندنا النوع الخضيري هاي شوف حتى انه يسوق يسوقوه يجي ما تشوف انه نشوفه باسواق الحيوانات او باسواق التنباع ينباع فقط بالشتاء اعداد قليل بالشتاء خلينا نتعرف شويه اكثر يعني احنا اليوم نتكلم عن الطيور المهاجره ونتكلم عن سرب الطيور لكن ما نعرف شنو خلينا نقول حياتها كيف انه راح يكون هذا السرب هل هو فعلا بقائد كما شاهدنا بكارتون نيلز هل فعلا بهالطريقه بهالاسلوب مع اليوم المعرفه لابد انه احنا اليوم نعرف مو فقط انواع الطيور المهاجره ولا اللي هي راح تجي تستوطن العراق لكن معرفه طبيعة حياتها طبيعة معيشتها الغذاء اللي راح تتناوله اليوم اكو اسلوب حوار ما بيناتهم قيادة عملية فعلا ترى هي حياة الطيور وحياة الثروة الحيوانية هي اشبه بالحياة الاجتماعية للانسان لكن باختلافات يعني معينة هي حقيقة تعيش الحيوانات الطيور تعيش على شكل جروبات او مجاميع وبالضبط مثل ما تفضلت حضرتك تكون لها قائد ولها توجيه ولها كذا يعني يمتى تبدا تهاجر يمتى المكان اللي راح تختاره اللي حتى الغذاء طبعا مالتها الغذاء يكون على يعني على الشغلات الطبيعيه اللي هي الطحالب والبذور الحشرات الاسماك الصغيره يعني حقيقه هي حتى تكون لها دور لها يعني هي حتى بانه في عفوا يعني انه لها دور في مكافحه الافات حتى سواء الافات الحيوانيه او الافات النباتيه من خلال التقاطها للحشرات انه لانه فاحنا التنوع الاحيائي هذا احنا بالمصطلح العلمي يدعى الانواع والحفاظ على احنا ذا يعني عندنا قاعده انه للحفاظ على النوع البشري يجب الحفاظ على الانواع النباتيه والحيوانيه. طيب دكتور يمكن احنا اليوم البيئه العراقيه انت ذكرت هي بيئه يعني بيئه استوائيه مشتى للطيور المهاجره. خلينا نتحدث عن اهميه البيئه العراقيه بهيك اشهر شهر الواحد وشهر الثاني والثالث وايضا نتحدث عن نوعيه الطيور ومن يا بلدان تجي للعراق. حقيقة هي الطيور يعني احنا مثل ما ذكرنا تجي لغرض اما هي تجي لغرض التكاثر والتغذية وتجي لغرض المناخ يعني احنا هي تجي لانه الدول مثلا من روسيا من الصين يعني هاي المناطق تقريبا المناطق اللي نسميها المناطق المتجمدة مناطق اللي تكون جو الاجواء مالتها بالشتاء جدا قاسية تنزل تحت الصفر تجي لها هاي المناطق فالغرض من الهجره مالتها تكاثر وتغذيه ولغرض الشراب ولغرض انه تغير المناخ لانه لو بقت بذيك المناطق ما كم شهر وترجع لموطنها؟ ترجع تقريبا حدود الشهر الرابع لو احنا من يبدا تقريبا يبدا نهايه الثالث الرابع ترجع لموطنها ضيوف اعزاء علينا انتم ما نريدكم ترجعون الله يبارك الله يخليك دكتور احنا نشكرك
لوجودك وكل المعلومات اللي تحدثت بها. ايضا موضوع مهم هو موضوع الطيور المهاجره، ونتامل انه من الناس ايضا عبر شاشه الفرات وبرنامج الفرات داركم، اكو بعض الطيور يعني معرفه دوليا ومحرم دوليا اصطيادها، الصيد الجار مثل ما ذكر حسب الاتفاقيه اللي وضعتها الامم المتحده. نتامل انه ما نصيد هذا الطيور، يعني تمتعوا بشكلها بالوانها بوجودها اليوم. فيكم اليوم الموجود الدجاج والبط والخضير الموجود. حقيقة أنا بدي أضيف لفد ملاحظة. نعم. إحنا لحد الآن ده نتعامل ويا البيئة وأنهم والمخاطر اللي عليها، والهاي نتعامل بيها على شكل أنه شيء هذا. يعني إحنا مثلا من يجي يقول مثلا أنه تقليل المحطات الكهرباء اللي تنتج الكهرباء بالوقود الحفور اللي هي الغاز والنفط والغاز والشغلات، انه نتحول على الطاقه النظيفه، الطاقه البديله. نعم. النظيفه اللي هي الطاقه البديله، الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، الهيدروجين كذا. لانه احنا هسه العراق وصل لمرحله يعني طقنا دقنا قوس الخطر عندنا. يعني اكو بحوث انه تتوقع انه في عام 2040 بعد شتاء ما عندنا، يعني من ما صار عندنا شتاء واستمرت الحراره شلون دول الخليج وكذا، يعني حتى طيور مهاجره ما تجينا. لكن كل هذا الامور وكل هذا خلينا نقول القراءات الله سبحانه وتعالى هو يديرها. يعني ذكروا انه لا توجد هنالك امطار ولا توجد هنالك يعني عوده للحياه الاهوار، لكن سبحان الله يعني انه عادت الاهوار وعادت الحياه على ذكر الاهوار على ذكر هالتفاصيل. احنا نشكرك يا يعني دكتور محمد. خلينا نروح للبصره ونشوف طيبه البصره. واكيد عمو راح سوق المغازي تعرفها؟ لا انا ما اعرف. زين ما راح هو للبصره اليوم. سوق من اسواق البصره الشهيره، يعني ام البيت تقول لابو البيت يابا اليوم اخذني لهذا السوق، اللي يريد يسوق ملابس، اللي يسوق بهارات، سوق مشهور جدا اسمه سوق المغايز. طبعا هذا السوق يرجع اصله هنا اول ما انشئ يقولون سنه 1870 زمن مدحت باشا العثماني. نعم يعني من نقل الحكومه هنا والمتصرفيه يقول صار هنا تكاكي، لكن اكو ناس تقول لا هذا او قبل لا يسموه سوق المغايز كان يسمونه سوق الهنود. يعني ليش سموه سوق الهنود؟ لان ذول الهنود من خلصت الحرب كان بزمن الانجليز كان يجون هنا يتبطحون لا شغل لا عمل. انتشرت الكاري والبهارات وربعنا قاموا يسوون البرياني ويسوون المأكولات، وين ما تروح تشتم كاري سموه سوق الهنود. بعدين لا لين صارت محلات وتشنابر وتكاكين سموه السوق شو اسمه مرتضى المغايز نسبة إلى معناها التكان، يعني الواحد التكان. مستمر وياكم مشاهد الكرام، خلي نشوف هاي السوق. السلام عليكم عمي، شلون الصحة؟ بح شوف الأزرق ويا الأبيض. تعال أبويا تعالوا ندخل عليهم رضاوي. ها تعالوا أبويا. السلام عليكم، شلونكم الشباب؟ أنا أحب الشعب اللي يشتغل. عزيزي كلنا أحمد حمودي. تعال أنت شو اسمك؟ عقولي. اهلا وسهلا. تعال منا. اي خوش فريق صار عندنا. اسمك انت؟ مصطفى صفاوي. البصره يعني ذواقه بالاكل وباللبس حقيقه، وشبابهم ما شاء الله. زين شنو السبب مثل رايكم؟ ليش؟ من يعرف يجاوبني؟ ها؟ من يعرفها؟ ها؟ انا قلت. اي. احنا ان شاء الله بصره واحد وعراقنا واحد. ان شاء الله. بس خصوصا البصره. بيها ميزة تختلف عن المحافظات البقية. ايه تمام. تعنصر. لا ايه بلي بلي. لا يعني انا بعد بسجل هذا. اي لا ايه. لا يعني بيها ميزة محافظاتنا كلها طيب وكرم. البصرة بيها شوية ميزة. بيها ميزة. ايه. انا اقول لك شلون، هيجي خليجي هيجي انجاز ما صار عندنا من هواي. تمام. سويتوا شيك. هذا بالله احنا يعني نرفع لكم العقاب. بس خوش والله عندكم زين، ملابس حلوة، الوان حلوة. ها انا احب الشاب اللي يشتغل. بس النارجيلة الى ما طلعتوا كلكم معامل نارجيلة حتى يا هل هم ترى يشربون نارجيلة؟ انا ما لقيتهم بس اعتقد ربي ياخذكم. يقول اشتهرنا. ها طلاب الله يساعدكم، شلونكم بالمدرسة؟ زينين. ايه صدق والله امتحنتوا؟ ايه امتحنا هسه خلصنا. شفه هي هسه زين بالهذا. شو اسمك انت؟ علي حسين محمد. علاوي انت اسمك عمو؟ حسين. ليش؟ حسون. انت شو اسمك؟ حسن عبد الحسين. تعال انك خشمي. تعال جاي. تعال. شو امتحنتوا؟ اليوم عندنا شفوي. شفوي. الاسلاميه وهم انجليزي. جاي حلو. وزينين؟ اي زينين. ترسون؟ ايه. زين هسه طالعين رايحين لاهلكم اللي راح تفطرون بالسوق؟
نفتر. يلا روح لهلكم هوية غقر غقر الباج بتاعنا. إذا مشان كنا متواصل وياك ها؟ متواصلين وياك متواصلين وياكم يلا. تعالوا ويانا خلي نشوف السوق قلنا شنو سوق شنو منتظر انساه سوق المغايز سوق المغايز اي سوق المغايز خلي نشوف سوق المغايز حياهم الله هلا 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 شلونك صح الله يحفظك تعال هنا تعال هلا تعالوا ملون 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 تعال 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 هاي الالوان اللي تحتويها البصره تعال تعال يبا تعال احنا ضيوف طبعا من سلطنه عمان حياهم الله هلا ومرحبا بهم حياهم الله وكل خطوه بألف هلا ان شاء الله حياكم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انتم بعد هالسنه بعد صارت معي بقول لكم اهلا وسهلا انتم لا والله احنا هذه بلدنا الثانيه اولا شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير الف الجزاء على حسن الضيافه وحسن الاستقبال وبامانه احنا كنا في بلدنا الثاني مشتاقين نزور العراق من فتره طويله والحمد لله رب العالمين الذي جمعنا هذه الايام الحلوه الطيبه وان شاء الله باذن الله تعالى تكون التواصل دائما يكون التواصل دائما بيننا وما يقطعنا شيء ابدا باذن الله تعالى ان شاء الله يقول الله مقوله عند جماعتنا بالعراق يقول فرقنا الزمن وجماعتنا البصره غرقتونا بكرمكم والله والنعم منكم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والنعم والله يحفظ العراق ان شاء الله ان شاء الله الجميع واحنا ان شاء الله اهلكم وناسكم تعال حجير خشف هاي الالوان الحلوه عراقي وعماني والله احنا بنتشرف حياكم الله حياكم الله كلهم اهلهم وكلهم ابنائهم صراحه يعني كل احنا اخوان ماكو فرق ما تفرقنا كان اهم شيء دوله عربيه يعني ان شاء الله ان شاء الله يجمعنا الخير والخوه وكل طيب وكل شريف احنا نشيله على راسنا تسلم صراحه طيب مشكور حجينا طيبين هم اهلنا وناسنا وهذا بلدهم بعد احنا ما نقول لكم اهل وسهلا انتوا اهل الكرم وانتوا غطيتونا بكرمكم بامانه بعض الاحيان احنا نسمع انه يقول العراق لا تروحوا وهذا لكن احنا لما وصلنا وشفنا الوضع حسن نقول احنا نقول لكل شخص عربي او خليجي البلد بلده والجماعه ما قصروا فينا ابدا جزاكم الله خير حياكم الله حياك الله تذيروا ولا خطارك ابو عبد الحجي الشرف تفضلوا ويانا هسه والله العظيم كلكم تعالوا ذا المشاهد الكرام بعد شوف هاي ملحمه الكرم العراقيه هنا شكرا يا ربي يحفظكم ربي يحفظكم شلونك؟ شلونك حبيبي؟ اخبارك زين؟ شكلك مو بصراوي؟ انا لا كردي من السليمانية هلا هلا بالسليمانية حلو قلبك ماكو فرق شلونك شو اسمك؟ الله يبارك محمد محمد شلونك يا محمد؟ الله يسلمك حلوة البصرة؟ الحمد لله نعمة من السليمانية؟ نعم قياسا برد السليمانية والبصرة يا هل أبرد؟ والله برد البصرة عند طلابة وياك مو أقولها دائما أقول برد البصرة بالعظم هسا أنا لهنا الثلج وما أهتم بس البصرة أبرد بصرة أبرد ضيم يعني برد البصرة بالعظم حر حر ولا برد برد بس أنا الله يقويكم شوية معوضنا خير كرم هالبصرة أي والله لا والله برد. والنعم منهم يعني أنا البصرة؟ أنا من فاول الزاخ ومفتر ماكو محافظة ما رايح له حلو يعني مو أقول لك ابي عن براسهم بس لا والله لا مثل البصره ما شفت حلو 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 عندك اصدقاء بالبصره عندي اصدقاء يا مكان من الله عندي بالحمدان قبله بالجمهوري حافظ البصره اكثر من عدي والله لا كله حافظ شبر شبر انا ترى والله مسويه نهضه نهضه ساحه ساحه حياك الله حمودي هاي بعد بلدك يعني ومحافظتك ودولة هنيالك بنص اهل البصره ربي يحفظك اذا مشى الكرام من سوق المغايز اي هسه نطقته صحيح المغايز اي المغايز اي اي المغايز المغايز صحيح صحيح انا وين كنت اسميه وين هذه المغازة يعني قبل يقول والله رايحين للمغازة يعني شو نقول الاسواق المركزيه شو نقول سوبر ماركت قبل مغازة هي تسميه مو عربيه هاي المغازة والمغايز الظاهر جمعها من سوق المغايز الى الفرات داركم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لك عم رحومي هو المغايز او المغازي انت قلت المغازي هو يقول المغازي انا بالجوجل كاتب المغازي عم جوجل انت غلطان عم رحمه ابد ما يغلط الجوجل مالتنا مال الفرات اصلي نمبر 1 اكيد يعني كانت جوله جميله ويطيبه البصره واهلهم اللي دائما نشوفهم مبدعين بكل التفاصيل والشباب الحلوين اللي شفناهم بجوله عمو رحومي ما اعرف اذا زميلنا علي سعد انت ليش هيك تسوي؟ انا احب هيك قاعد ما اعرف يعني قد عقال؟ مو قضيه عقال بس هي ما اعرف استعد بها الانتقال لزميلنا علي علي حياك الله مره ثانيه اكيد الجزء الثاني من القصه اللي تتواجد اليوم بشارع المتنبي شنو الجو؟ سولف لنا سولف لنا نريد نسمع
نعم زملائي، الجزء الثاني من تغطيتنا لهذا اليوم وهذه الأجواء الجميلة بشارع المتنبي اللي حقيقة تبعث السعادة بأنفسنا بأن نحن متواجدين مثل هذا الشارع الثقافي. ومن ضمن جولتنا لهذا اليوم التقيت بأحد الفنانين اللي حقيقة بعث لي طاقة إيجابية، اللي تحدثني عن الكتب وأهميتها وعن الفن وأهميته، وبالتالي مهم جدا أنه الفن يصير نهج حياتنا حتى نقدر نتعايش مع الحياة، نقدر نتفهم الحياة بصورة أكبر. نرحب بالفنان والنحات صباح الكعبي، حياك الله. أنا بالبداية أريد تحكي لي على أجواء شارع المتنبي. نعم 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 نعم، أهلا وسهلا بك، ويزيدني سعادة بلقائكم. شارع المتنبي واحد من الحضارات العراقية الخزين، خزين الثقافة للكتب والمثقفين والشعراء والأدباء والرسامين والنحاتين والقاصين وكل أعمال الفن للتاريخ، وثقل حضارة وادي الرافدين موجودة في هذا الشارع. هذا الشارع اللي هو صرخة عملاقة في أوروبا، ولذلك تجي يوم الجمعة وباقي الأيام تجي تلقي شارع المتنبي جاي يتلفتون الأجانب والسواح، فتشي إعجوبة. كل هذا ما يشبعهم إلا والكاميرات تصور والتاريخ، حضارة العراق. وأصلا أساس شارع المتنبي اللي هو ثقل ثقافة كل فقير وكل ثري وكل فنان. يعني كأنه تجي تسأل أي فقير يجاوبك، أي فقير يجاوبك بالشعر والأدب والثقافة وجميع الثقافة. هنا لغة الثقافة ولغة العلم هي من طاغية على هذا الشارع. بالضبط. أما الثري نفس الحالة. أما تجي لعنوان شارع المتنبي الشعراء والرسامين والنحاتين، هذا فد غذاء، فد شيء عجوبة. أستاذ صباح، قدرنا نصدر ثقافتنا من خلال الكتب اللي تطبع حاليا، قدرنا نصدرها إلى الجانب، مثل ما ذكرنا أكو سائحين يجون من خارج البلد. اليوم كل بلد هو كتبه ونشاطه الثقافي ويعكس ثقافته. نعم. قدرنا مثلا نصدرها إلى السائحين سواء العرب أو الأجانب. بالضبط. صدرنا كتب راحت لأوروبا، وتسويقنا صار أكثر شيء لأوروبا والأجانب والدول الشقيقة، خاصة في مناسبة الفريق العراقي. الدورة صارت اللي هي بالبصرة، فجوي الأخوة العرب فقالوا احنا ما مصدقين نشوف العراق هيك حلو، هيك اللي اكثر شدنا بانه اي عراقي يلزمنا تدخل للبيت تاكل تشرب ما اعرف ايش، هذا فتاج اخليه على راسي واتباهى بي من زمن حمرابي لحد الان. هاي الغيره اللي بينا احنا. وبعدين دا يسألون على هاي الحضارة، هاي البيوت، قهوة الشابندر، وعندنا فد كنوز هنا علينا أنه نستثمرها بحياتنا. نعم. زين، احنا مستثمرينها الآن لو لا برأيك؟ مستثمريها، والعالم مرتاحة فرحانين، خاصة يكون يوم الجمعة. أحكي على يوم الجمعة، أحس كتبت اسم من تذكر يوم الجمعة. نعم، يوم الجمعة أنا ابتسمت من حتى أوضح لك. بالنسبة ليوم الجمعة، محطة كل مبعد وكل صديق وكل غريب. شلون؟ أنا صار سنة ما شايف صديقي، يوم الجمعة شفته بست صافحنا، وين ما أعرف إيش هناك. سألوني على صديقي قحطان العطار، قلت لهم قحطان في بلد هذا كان صديقي، كان كذا. زين، هاي الصدف يوم الجمعة. هناك لقيت أقربائي اللي هو كان بالسويد. أنت لقيت صديقك
كذا هذا هاي هذا يعني مكان ايضا التقاء الاحباب مثل ما نقول. نعم. وتلاقح ايضا ثقافات. هذا جانب، هذا جانب اللي وضحت لك عليه. اما الى دخلت حضرتك للقشلة دخلت راح تشوف الادب وراح تشوف مكاتب بالحديقة عملاقة وراح تشوف اللوحات والتحف والعنتيكة. جانب المتحف، اكو متحف جوه يعطيك من الاهوار للاثار من كانوا العثمانيين والانجليز. هو تراثنا هذا بكل. نعم. تاكيد مهم. نعم. جدا. زملائي بالاستوديو اذا عندكم سؤال تحبون تطرحونه على استاذ صباح الكعبي، يعني حقيقه مستمتعين بالحوار معه. نعم. بس اسالني انه شنو شعوره من يوميه يروح للمتنبي؟ انه الزملاء بالاستوديو يسالون. نعم. عن احساسك لما تجي كل يوم الى شارع المتنبي. شنو الاحساس ممكن توصفه بشعورك؟ احس وجودي اني موجود من اكون بالمتنبي. اني انسان بحد ذاتي، مو كفنان مو كرسام، لا. احس هذا اخويا، احس اهلي، اشتم ريحة الشط دجلة. احس جاي اكتفي بحنان الاهل وما احس بغربة. هو بلدي، بس هذا المكان هو اللي يخليني ارتاح نفسيا واسمع الموسيقى، اسمع المقام العراقي، اكل الدولمة العراقية. والكتب لما تشوفها متناثرة. أما الكتب من تأخذ تشتري كتاب وتدخل لهاي القازينة، لهاي المكتبة، للقهوة الشابندر، وتأخذ فنجان القهوة. ما شاء الله. نعم. أحلى توصيف هذا ممكن نسمعه من الأكيد أستاذ صباح الكعبي، اللي حقيقة بعث لنا الطاقة الإيجابية اليوم بكلامه، وهذا تفاؤله بالحياة لازم ينقل إلى كل المتشائمين الموجودين بالمجتمع العراقي. فشكرا جزيلا لك أستاذ صباح، وبكل تأكيد مهم جدا جولتنا لهذا اليوم. حقيقة إذا صار فد حدث أو شيء ممكن نغطيه وترجعونا زملائنا داخل الأستوديو. وهذا اليوم ما عندي أنا الآن بجولة شارع المتنبي، فجو لكم. شكرا زميلنا علي، شكرا على هذه الجولة بشارع المتنبي، شكرا لضيفك، شكرا أيضا لمصورنا العزيز إيهاب. كانت جولة وكان حديث عن المتنبي وعن أجواء المتنبي. آملة، بالأسبوع كم مرة تروحين المتنبي؟ تصدق لو كذب ما تروحين ادربيتش. خلصنا امتحانات وبعدين الجولات. على قولت اهن ناسنا الكبار يقول له تريد الصدق لو بنعمه. لو بنعمه يعني كذا. اذا مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام مشوارنا لهذا اليوم، الختام مع العزيزه. شكرا لزملائنا اللي كانوا متواجدين ويانا، ابتسام، واكيد شكرا لعلي سعد، وشكرا ايضا لضيفنا دكتور محمد. كل شكر التقدير لكل من تابع حلقتنا هذا اليوم. في امان الله.